السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أخواني وأهلا وسهلا بكم، وشرف إلي الكبير أنه ألتقيكم مرة أخرى وبخصوص مراحل التقاسيم على آلة العود، وهي جدا مهمة ولكثير من الأخوان الأعزاء في بدايتهم تكون عندهم رد فعل من قضية أنه ما أعرف شلون تقاسيم، وأنا عندي صعوبة بالتقاسيم بس أنا أعزف الأغاني قليل، أنا أعرف المقامات بس ما أعرف تقاسيم، وهذا جدا مهم. إخواني الأعزاء، معاكم زياد هادي أستاذ آلة العود والنظريات من العراق، أشرف بكم إلي الشرف الكبير. لا تنسون الدورات الموسيقية اللي هي موجودة اثنين، اللي هي أول وحدة أونلاين مباشرة وياي 8 محاضرات شهريا، وموجودة حضوري في بغداد. شرف إلي الكبير، موجود رقم الواتساب أسفل الفيديو تقدر أنت تستفسر عن الموضوع. مراحل التقاسيم إحنا تعالوا ويانا خلينا نشوفه شو هي مراحل التقاسيم، انتظرونا. أهلا بكم أخواني مرة أخرى، عندنا 3 مراحل بالتقسيم وهي جدا مهمة لك، يعني أنت لازم تعرفها، حتى لأن كثير من الإخوان حتى في كثير من الفيديوهات وكثير مواقع ما ماخذيها بالصورة التفصيلية، لذلك أنت لازم تعرفها بصورتها الحقيقية بعيدا عن المجاملة، لأنه اللي جاملك يعني ما يريد مصلحتك. 1، أول شيء أكو بعض الناس يقولون الاستلال، إحنا شو نقول أكاديمي، نقول إنه شنو نسميها كعازفين يسموها التشبيع أو الاستلال مثل ما هم يقولون. شنو يعني؟ أنت تبدي بالمقام نفسه، المقام نفسه اللي تبدي به اللي هو المقام، مثلا أنا بيات بديت بالبيات، تقاسيم بيات. 2، راح تكون عندنا شنو الذهاب إلى مختلف المقامات القريبة عن المقام الرئيسي. شنو هاي؟ هاي القضية انه القريب عن مقام البيات، حجاز، كرد، هاي من ضمن الأمور القريبة على هذا المقام، وممكن تقدر من خلال تقسيمك تحول إلى الكرد، ورح يكون بطريقة التنسيق. طريقة تنسيق الجمل مهمة جدا، خليها في بالك، كل 4 نغمات هي جملة، ممكن 4 نغمات و2 من نغمات من الجنس الثاني، يعني 4 نغمات الجنس الأول 2 من نغمات الجنس الثاني. 3، طبعا هنا تبحر تروح على مقام الكرد والحجاز. 3، الرجوع إلى المقام الأصلي، هنا راح ترجع على مقام الأصلي، أوكي، وبالتالي راح تكون عندك تثبيت وتسلسل بالمقام والرجوع، يعني قاعدتك لازم ترجع على المقام الأصلي تقفل، يعني أنت مو تبدي مثلا بيات وتروح حجاز وتروح كرد وتروح سيقا وبعدين تريد ترجع، ما تعرف ترجع، لازم ترجع طريقة عندك ترجع إلى مقام البيات. هذا الشون راح يصير بالتدرج وبالاستمرارية والتدريس مع الأستاذ، تمام شباب؟ وبالتدرج مثل ما تحدثت قبل قليل، وبالتالي يحتاجك مع الأستاذ نفسه حتى يقدر يعطيك دروس بتدرج بالمقامات، يعني يبدي لك في مقام والمقام كيف تكون هاي جملة البيات، تاخذ جزء من جملة بيات، تاخذ جزء من جملة الكورد، ويصير الدمج بينات الجمل، وبالتالي راح يكون عندك طريقة مهمة وإضافية لهذا الموضوع، وتنتهي مشكلة عندك التقاسيم حسب الأستاذ والمدرس اللي درسك ويعطيك الدروس. شرف إلي الكبير، لا تنسون اللايك والاشتراك وأيضا الاتصال اللي يحب انه الدورة
الموسيقية، وتحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.